والسيد عبد الرحيم مجيد في وظائف والمحامون العامون ورؤساء الأقسام. السيد المدير العام لإداره إلى المزيد من التحسين والإجادة هامة ومصيرية، فهي السند الذي لا محيص من عنه في بناء الثقة وفي تحقيق تطلعات المواطنين إلى تطبيق القانون بروحه ونصه على الجميع دون استثناء وبمسافة واحدة مع الجميع. إن المساحة التي يتحرك فيها القضاء بحق وصدق هي المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية التي يتولى تنفيذها قضاة مستقلون ومؤهلون، لأن لا يركنون سوى لضميرهم المهني وقانونهم الأساسي وقواعد أخلاقية المهنة. أود التأكيد في هذا الإطار أن القضاء لا يقوم بواجبه في مكافحة الفساد وفي محاربة كل الآفات الاجتماعية إلا بوازع واحد هو تطبيق القانون بكل استقلالية وتجرد وحياد.